داهمت السلطات المحلية يومه الأربعاء 14 شتنبر الجاري أشهر محل لبيع الوجبات الخفيفة بمنطقة درب السلطان بالدار البيضاء، وكشفت مصادر أن لجنة مشتركة تتكون من مصلحة حفظ الصحة والسلطات المحلية وقفت على وضعية كارثية داخل المحل الموجود بشارع 2 مارس ليصدر على الفور قرار بإغلاقه إلى حين اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار. وتفاجأ رواد هذا المكان الشهير بخبر إغلاقه، حيث تم تداول عدد كبير من الصور للمواد الفاسدة للمحل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل عدد من المعلقين كامل المسؤولية للجهات المعنية وعلى رأسها مصالح حفظ الصحة ومجلس مدينة الدار البيضاء التي من وظائفها إيفاد لجان لمراقبة ما يقتنيه المواطن من هذه المحلات وترتيب العقوبات في حق المتاجرين بصحة المغاربة.